بس اظن عايز تركز على تختار موسى مصطفى موسى اكتر. يعني الناس بتشوف دايما خطاب الفايز بيبقى خطابه متضمن حاجات معينه ورسائل معينه، لكن الخسران الناس تحب تتفرج برضه على خطاب الخسران. هو خد تجربه بنزاهه كان متوقع، يعني هو كان متوقع فعشان كده ما كانش مظلوم. هم بيتكلم الراجل متصالح مع نفسه، انا شايفه متصالح مع نفسه، بيضحك حتى هو بيسمع. كنت شايف قبل ما يسمع النتيجه نفسه كان قاعد بيضحك او نظره تانيه كده فيها ضحك، يعني في طمانينه كده عليه، وده انعكست في الحمله الانتخابيه بتاعته او في لقاءاته، كان في طمانينه غير عاديه. فالراجل برضه بيطمن نفسه. احنا اتعودنا في الشرق الاوسط او في مصر في الانتخابات اللي فاتت ان الخسران دايما لازم هيشكك في النتيجه، هيسيء للاخرين، مش هيبقى متقبل. لا، المره دي لقينا خطاب بشكل متحضر يعكس نفسيه الشخص بيتكلم، انه متسامح مع نفسه، متصالح، متوقع النتيجه كذا، عنده سعي وعنده طموح وعنده امال. يعني مثلا ما احبطش، قال لك خلاص انا 2.5% دي هعمل بيها ايه؟ لا، قال لك انا ابني عليها لغايه 2022. هنقول ان هو خطاب بيواسي بيه نفسه، بس ايه، متصالح برضه، متصالح جدا مع نفسه، شخص متصالح جدا مع نفسه، عارف الياته، عارف حدوده، عارف هو بيقول ايه، عارف ازاي يكسب تعاطف الناس. فلغه مصطفى موسى بتعبر عن شخصيته قوي، شخصيه رجل الاعمال اللي بيدور على انه رجل اعمال، ورجل اعمال متصالح مع نفسه، دخل عمليه سياسيه بيحاول يحقق منها مكاسب. مصطفى موسى مش متسرع، مش مرتجل، مش مخضرم سياسيا، فبيعتمد على فكره الورق، ودي مدرسه من المدارس الموجوده. يعني حتى لو انا مخضرم سياسيا اعتمد على الورق قصادي عشان ما انساش اكتر، ما لخبطش اكتر.